السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين شيوات أم العربي. بعد ما حطيت الحرشة اللي كانت نالت الإعجاب ديال بزاف الناس، اليوم غنديروا حرشة ولكن بلا هذاك المول ديال المعمول، لأن ماشي كلشي عنده. هاد الحرشة اللي غنحتاجو فيها 500 غرام ديال السميدة رقيقة، هادي المتوسطة ديال الحرشة والبغرير، هي هادي. فغادي نحتاجو معاها جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، هنا نص كاس عنبه ديال زيت المائده، زيت الزيتون عفوا، هنا واحد شويه ديال الخميره حبيبات، كيس ديال الخميره الحلوه. طبعا غادي نحتاجو شويه ديال الملحه، واحد المعلقه كبيره تكون يعني غامولي يعني في درجه حراره المطبخ. وغادي نحتاجو الحليب اللي غيجمع لينا العجين ديالنا اولا الحرشه ديالنا. فكيف دائما غادي ناخذ الزبده، هنا كتشوفوا درت ديال العلبه، ها هي باينه، اللي غادي يسولني يقول لي زعما اش من نوع، راه باينه هنا درنا ديال العلبه، معلقه كبيره تكون عامره مملوءه جيدا. غادي ندير معاها السكر، وممكن اللي ما بغاش يعجنها بالحليب يدير واحد 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره، الحليب المجفف، وعوض اللي يعجن بالحليب غادي يعجن ديك الساعه بالماء. غادي ندير زيت الزيتون، غادي ندير القبيصه ديال الملح، قبيصه ديال الملح، وغادي يعني نرمل هاد الزبده والزيت مع هذيك السميده، يعني حتى يتبسس لينا الخليط ويولي منسجم مزيان بحال هكا. غادي نبقى نخلط على هذا الشكل، يعني تكثر من ممكن نديرو يدينا بزوج ونبقاو بحال غنكسكسوها. المهم كنكسكسو هاد السميده مع الزبده والزيت والسكر. هنا ما درت لا فاني لا والو، علاش؟ لانني دايره زيت الزيتون وبغيت هذيك النسمه ديال زيت الزيتون تبقى لي في الحريشات. فدابا غادي نضيف هذيك معلقه صغيره ديال خميره حبيبات مع كيس ديال خميره الحلوه، وغادي نبدا نعمر الحليب. الحليب وما جمعات لي، يعني اللي غادي يكفيني باش نجمع. فانا درت الكاس الاولاني، طبعا هي راه غادي تحتاج الحليب، درت الكاس الاولاني غادي نجمع. ثاني نخليوها شويه جاريه ونخليوها ترتاح، وكل ما ارتاحت لينا الحرشه، وكيف كنقول دائما ما كنعجنهاش ما كندلكهاش، فقط انني كنلمها بحال هكا حتى يتخشى ليا. فدرت جوج كيسان كيف كتشوفوا، غادي نزيد نص كاس وغادي نشوف كفاتني هو هذاك ما كفاتش، غادي نحاول نزيد. فهنا غادي نزيد، زدت لي 3 د الكيسان ديال الحليب سائل، وراه غير في يكون غير بدرجة حرارة المطبخ، يعني راني ما مسخناش من قبل. فهانتو كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، تكون شويه مرخوفه. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وغادي نطلقوا باش نطيبوها مع بعضيات. هنا من بعد ما خليتها ارتاحت، هانتو كتشوفوا شربت ليا داك السائل كامل ديال الحليب. فغادي ناخذ شويه ديال الحرشه على هذا الشكل، وهنا انا ديجا دايره شويه ديال السميده رقيقه، يعني حتى هي ممكن ديروا سميده مخلطه بالكوك. مرمط هنا مرمتها في السميده، فغادي ناخذ شي اطار على هذا الشكل. هانتو كي كتشوفوا غير هادو ديال لي طارتوليت اللي ما عندوش هذاك المول ديال المعمول، وغادي نحاول نقرصها. علاش؟ غير باش تجيني كلها تقاده وحده، وحتى هي كتجي منقوشه ومزيانه. ومباشره غادي نحطها في المقله. هانتو غادي نعاود معكم وحيده اخرى.
فكتشوفوا ندير الكويره مباشره نفندها في السنده على هذا الشكل، وغادي نديرها في نفس الاطار اولا هذا المول ديال لي طاتولات فاللي عندكم، اولا غير هذيك داك الكادر ديال الحرشه اللي عنده الغطايه ديالو هانتو، وكنحطها على هذا الشكل. نزيد معكم وحيده اخرى تشوفوها، ممكن تصغروا تكبروا، بغيتوها رقيقه بغيتوها غليظه، فهداك الشيء كيبقى حسب الاذواق ديال كل سيده كيف كتبغي. مباشره عاوتاني تمرمد في هذا ونديرها في الاطار اولا في المول ولا كيف قلت، ومباشره المقيله. انا هنا كتشوفوا دايره غير البلاك ديال الضو، ففي الدار اللي عندي راني كنديرها غير في المقله ثقيله، فغادي نستمر على هذا الشكل. يعني ندير الكويره نبسها نقرصها قريصات بحال هكا، ومباشره في المقيله. انا غادي نستمر على هذه الطريقه تنكمل هذا البلاك كامله، وغادي نتلاقاو باش نقلبوها مع بعضياتنا وتشوفوها كيف كتحمر وتطيب. هنا كيف كتشوفوا مني بداو كيطيبوا لينا الوجه، غنبداو نقلبوها هانتو، فهاد كتبقى حتى هي ساهله اننا نقلبوها طيب للوجه الاخر. على هذا الشكل صافي، غادي نكمل نقلبها على هذا الشكل نطيبها عاوتاني من هذا الجهه التحتانيه، ونتلاقاو في الطبق النهائي بحول الله. هما الحرشات ديالنا من بعد ما طابوا، يعني شفتوا قدامكم كيجيو لذاذ بزاف، وهذيك رائحه ديال زيت الزيتون كتجي لذيذه فيها. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروخكم وتنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا بقناتي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله. بابا معك لا.